What is up, YouTube? How y'all doing? Yeah. Check it out. Check it out, man. Hey, y'all be looking out for the world's largest rap contest, theworldslargestrapcontest.com. Hey, we about to put this thing together, and it's funny, man, because we're doing rap and hip-hop from around the world anyway. So you might as well call it the world's largest rap contest off the break. So let me give my thumbs up. In 4 weeks, man, I'm hoping in 4 weeks we're going to have this. Whatever we got in 4 weeks to hear, whatever we got, we going with. So in 2 weeks, we got to do the seminar. We're going to do a seminar explaining everything about the world's largest rap contest, what it entails, the fees, how it's going to work, the rules and regulations, and how it'll benefit you, even if you don't participate in the rap contest. Beat makers also is welcome, because we're going to be putting our beats into the contest. Rappers can rap off your beat and everything, and if they win, you'll win something and all that good stuff. So we'll have beat contests and all that good stuff. It's going to be fun. Hey, but without any further ado, y'all hit that subscribe button, hit that bell, and let's check this bad boy out. Hey, 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 hey. فاكر رمضان كان الناس بتعلق زينه تعلق زينه وبتحط ساعات ايجيبت اوكي ويجيبوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ايجيبت ان ذا هاوس حبل النور ذاتس نايس nice. كانت بتتوزع كل يوم على شقه انت فكرتني بيها دي كانت رهيبه برضه ليها معنى كبير طبعا محدش يشيل لوحده ذاتس نايس رايت ذير لايك ذات نازل في كل شوارع العماره طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك دي كانت جميله دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه يخش I want to travel the world baby دراعها وياخدوا منها اي حاجه ممكن يقرصوها اصلا بس من غير اي سبب ولا عملوا حاجه ولا خليوا من ولا خليوا من الحاجه زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت دخلت البيت بالظبط امان The equalizer, baby. ناصية زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بلاغي الصايع والضايع والجنتلمان كله صيام قابلنا كل انماط جنس الانسان واتعاملنا فاتبنى جوه الدماغ بوصله وميزان في جزء الثانيه بنعرف نقيس مين جدع ومين جبان ومين بقلب مات واسود ومين قلبه بينبض حنان ومين تشوفه تقول ده هادي ولو نكشته تشوف جنان ومين غلبان ومين شيطان وجن وقرد وبهلوان حتى الشقاوة عن ناصية كان ليها أصول الخناق راجل لراجل مش راجل قصاد أسطول كانت وسمة عار كبيرة إنك تضرب واحد من الظهر حصل هيحصلك عارك ويوصلك للقبر ما كانش العادي من القوي بيكسر الأضعف منه تحس الكل كان مؤمن إن القوي في الأقوى منه من أول محترم شقي حتى المجرم كمان الكلام ده شفته بعيني في وقفة ناصية زمان كنا عزوة للحدة الناس وقفتنا تحبها ياما وقفت دلوقتي الناس تتمنى هدها الفاظ شمال بصوت عالي وحشيشها فايح منها ازاي ولاد الحتة يبقوا هما مصدر همها قولي الناصية اتعلمنا فيها كتير لغات السغلمون كانت لغة بنرغي بيها لساعات لو في غريب ما بيننا ومش عاوزين يفهم معنى الحاجات ساسب حواجب سبحان يتنيل ساجع حالات وفيه كمان لغات جسد سبيل المثال دي العيدية ودي الجيزة فوق الكوبري ودي الطرية ودي التلات طوابق اللي ناسها مية مية وده الهرم ودي نفض ودي صبرك عليا وقفة الناصية كانت زي النادي تمام اتعلمنا فيها هواية كانت كلابة وكان حمام وقت الرغي في الهواية ما بيخلطش في الكلام مفيش فلوس عادي برضو ما بتموتش الأحلام عملنا بإيدينا ملعب غية وطبلية وجيم
الحاجة أم الاختراع اسعى توكل تتم. ما كانش فيه آيباد تابلت واتساب فيسبوك وكلين لي يومي. يومي كله كان خبرات بشر من الفجر لحد نومي. مش معزول ومنطوي قدام شاشات وبالساعات. لا وسط ناس ومجتمع بشارك فيه بكتير حاجات. يا محلينا عن ناصية كتير مشاكل وحوارات. أخذ الحق حرفة تبات والعب تصبح رماد. على وضعك يا عم ميك. I like that, man. I like the concept in the beginning, man. He stood up all the cock diesel. You see the dude with the Superman? He cock diesel, man. But that's smooth little beat. That's a smooth beat right there. Hey, look here. I'm going to get on up out of here. Y'all take it light, take it slow. Tell him Mike Cross told you so. Peace out.